بداية هذه الجولة اليوم ستكون مع مانشيت صحيفة النهار والتي عنوانت التالي: مجزرة ميس الجبل تفجر تصعيدا واسعا، باريس تتخوف من عملية في لبنان بعد رفح. بحسب صحيفة النهار فإن مراسلة النهار في باريس رندا تقي الدين أفادت بأن كل ما واجهته باريس من رسائل إلى رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو كان الجواب عليها بأن إسرائيل ستهاجم رفح بأي حال. أما بالنسبة للجنوب اللبناني وبحسب المصدر فإن فرنسا قدمت خطتها لعدم التصعيد من منطلق أنها ترى خطورة انتقال إسرائيل بعد الهجوم على رفح إلى لبنان. فالتحليل الفرنسي يعتقد أنه سيصعب على الإسرائيليين فتح جبهة رفح ولبنان في الوقت نفسه، ولكن بناء على حسابات القوات العسكرية الإسرائيلية فترة الهجوم على رفح تكون حوالي الشهر أو الشهر والنصف، وبعد ذلك سيتحولون إلى فتح جبهة لبنان. فباريس ترى أنه إذا فشل التوصل إلى هدنة في غزة هناك خطر أن تكون الخطة الإسرائيلية الاستمرار بالهجوم على لبنان، لأن الإسرائيليين يقولون أن لديهم 90,000 نازح في شمال إسرائيل ولا يمكنهم العودة إلى بيوتهم بسبب تهديدات حزب الله، لذلك سيستمرون في حربهم على لبنان. هذا وقالت المصادر أن باريس قلقة وترى أن المسؤولين اللبنانيين ليسوا قلقين بما يكفي، باستثناء وليد جملاط الذي وصف الوضع بالمقلق والسلبي في لبنان. هذا واستبعدت المصادر أن يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسؤولا لبنانيا آخر، كما أن زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان مؤجلة إلى أن يحدث أي تطور على مستوى الملف الرئاسي. من النهار سوف ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط. الوسيط الأمريكي يعاود تحركه لبنانيا فور وقف النار في غزة، باريس تملأ الفراغ بغيابه تأكيدا لالتزامها باستقرار الجنوب. تدخل المفاوضات بين فرنسا ورئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري لتهدئة الوضع في الجنوب مرحلة جديدة، مع تسليمه اليوم الاثنين السفارة الفرنسية في بيروت الملاحظات التي أعدها الثنائي الشيعي. وقد علمت صحيفة الشرق الأوسط أن الملاحظات على مسودة الورقة الفرنسية بنسختها الثانية أنجزت نهار الجمعة الماضي في ختام اللقاءات التي عقدت بين الخليلين. هذا وكشفت المصادر أن الملاحظات تأخذ في الحسبان ضرورة اعتماد القرار 1701 كإطار عام، وقالت إنه لا يمكن للترتيبات الأمنية أو لا مكان للترتيبات الأمنية لئلا يذهب البعض للتعاطي معها على أنها مقدمة لتعديل القرار 1701، ولكن تبقى هناك مجموعة من الأسئلة كما تقول المصادر اللبنانية المواكبة. فهل تتفرد باريس بالتحرك جنوبا؟ أين تقف واشنطن؟ وماذا عن المهمة التي أوكلتها إلى مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الطاقة آموس هوكستين في لبنان؟ ننتقل الآن إلى الجريدة الكويتية. إيران حذرت أمريكا من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا حاولت إسرائيل اجتياح جنوب لبنان. فقد كشف مصدر رفيع المستوى في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الولايات المتحدة وإيران عقدتا الأربعاء الماضي جولة جديدة من الاجتماعات الأمنية غير المباشرة، وهذه الاجتماعات عقدت في إحدى الدول الخليجية وناقشتا خلالها سبل خفض التصعيد الإقليمي، كما طالب الجانب الأمريكي من طهران الضغط على حلفائها لوقف التصعيد خصوصا في البحر الأحمر، وأن تدعم الصيغة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة ومشروع التهدئة بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان. في المقابل أوضح الوفد الإيراني أنه لخفض التصعيد في المنطقة لابد أن تنهي واشنطن دعمها غير المحدود لإسرائيل. ولفت إلى أن الوفد الإيراني حذر أنه إذا حاولت إسرائيل اجتياح جنوب لبنان فإن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي وستفعل كل ما بوسعها لإفشال الهجوم الإسرائيلي. ويجب على الأمريكيين والإسرائيليين أن يعلموا بأن قضية جنوب لبنان حيث يتمركز حزب الله الحليف الأساسي لطهران مختلفة كليا عن مسألة غزة التي تحكمها حماس. من الجريدة الكويتية سوف أنتقل إلى موقع أساس ميديا وملف قضائي يعود إلى التداول مجددا وتحديدا ملف هانيبال القذافي. فهل تدول هذه القضية؟
فبحسب المقال لم تنفع كل محاولات فريق الدفاع عن هانيبال القذافي حتى الآن في تحرير السجين الليبي من الاعتقال. آخر المحاولات كانت مع إعلان أحد محامي الدفاع عن السعي إلى تدوية قضيته ورفع دعوى على السلطات اللبنانية بتهمة الاعتقال التعسفي. فبحسب المقال يشير أو تشير الكاتبة بأنه في كتاب وجهته شعبة المعلومات لمدعي عام التمييز السابق القاضي غسان عويدات في تموز الماضي، ذكرت الشعبة بأنه منذ صدور مذكرة التوقيف بحق هانيبال القذافي لم يتم استدعائه لحضور أي جلسة في قضية الجرم المنسوب إليه منذ عام 2017، وبأنه قضى أكثر من 10 سنوات سجنية فيما هو موقوف فقط بجرم كتم معلومات بموجب المادة 408 من قانون العقوبات، والتي تنص على الآتي: من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري فجزم بالباطل أو كتم بعض المعلومات أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات. تؤكد المحامية بشرى الخليل وهي المحامية السابقة للقذافي بأن مشكلة هانيبال الحقيقية أنه لا يجب أن يكون أصلا داخل الزنزانة وقضيته لم تعرض على أي قاض، مشيرة إلى إصرارها على إمكانية إخراج هانيبال القذافي من السجن عبر القضاء والمسار القضائي.